انا بقالي 37 سنه هنا. قاعد بقالي 37 سنه بالظبط. وطلبوا ورق عوايد جبتها. ورق طلبوا كل الورق جبتها. كل شويه الورق يرجع. واخر اخر مره راحوا سايبين لنا الورق ورموه مش وعلى كده. طب انتوا عايشين ازاي دلوقتي يعني؟ هو قاعدين اهي العيش بتاعت الاوضه بتاعتي من يوم الثلاث ساعه ما اتهد. والكوبري قبليها بالظبط قبليها بثلاث ايام قبل الفجر الساعه 3 ساعه ما وقع. واحنا قاعدين بقالنا 37 سنه وقاعدين على كده. طب عايشين ازاي؟ بتاكلوا ازاي؟ بتشربوا ازاي؟ يعني والله انا شغال عامل ارزاقي يوم كده ويوم كده وبتمشي الحمد لله. وطبعا ما فيش اي خدمات هنا طبعا. انت ولا حمام ولا لا ما فيش. ما فيش الا الجامعه. ما فيش الا الجامعه عم تفتح ونروح نعمل الحمام دلوقتي حاليا. ندى في الجامع ان ما فيش ستات تيجي تعمل عندنا حمام. احنا مش عارفين اصلا لا نعيش ولا ناكل ولا نشرب. حال الرجاله اصلا وقف دلوقتي كمان. يعني دلوقتي احنا اطفال معانا هيدي ولا اي حاجه. دلوقتي كل اللي احنا بطاطا على الترعه التوفيقيه. على الترعه التوفيقيه يعني 68 شارع الترعه التوفيقيه مكتوب. يعني احنا اصلا كده حرام. اطفال معانا هيدي وبننام في الساقعه ولا عارفين لا ناكل ولا نشرب ولا اي حاجه. دلوقتي كل الناس اللي هي هنا قاعدين في الشارع مفيش حد عنده اي حاجه. كل شويه يلموا منا ورقه وكل شويه يجي ارونا كذا مره ورجع. طب بيقولوا لكم رجع ليه ولا ما بيرجعوه من غير سبب كده؟ ما بيقولوش خالص. مش عارفين الحل ايه بالظبط. يا ريت بيقولوا. والله ما بيقولوا. الورق يروح ويرجع يروح ويرجع مش عارف. ما حدش بيقول لكم يعني الورق ده راجع ليه ولا حاجه؟ لا طلبوا عوايد. جبت عوايد صورة البطاقة شهادة الميلاد بتاعت العيال. كسرونا على الحاجة بتاعتنا وردموا على حاجتنا ما عرفناش نطلعها. واحنا شغلنا دلوقتي لا عارفين احنا لا نروح شغل ولا حاجة. كل شوية يجيبوا يقولوا ده بلطجية ولا احنا بلطجية ولا حاجة. قلنا لكم مبحث عنا لقيتوا عندنا أي حاجة. احنا مش طالبين حاجة. احنا طالبين قلعة بس نقعد فيها. القلعة بتاعتنا اللي احنا كنا فيها اللي احنا عايزينها. شكرا. تمام ماشي شكرا. علي صوتك. انا طفله عندي 11 سنه ودلوقتي احنا قاعدين في الشارع ومش هينفع كده. ما هم لو عندهم ولاد وفي نفس الظروف دي هيحسوا بيهم. حد يحس بينا احنا كمان. احنا اطفال. احنا تعبنا من الدخان والقرف ده. حد يجي يلحقنا. عايزين شقق. حتى العشش اللي احنا كنا قاعدين فيها عدونا على دماغنا. هنقعد فين احنا؟ احنا تعبنا من الشارع ده. احنا بنات حتى ما ينفعش ننام في الشارع. انت ما بتعرفيش تنامي ما بنعرفش ننام. احنا بنات حتى يخافوا علينا من الشباب. خليهم ينزلوا يشوفوا مراتهم. يعني ولا اب ولا كمان شقه ولا اي حاجه. ولا حتى عندنا اب يخاف علينا. احنا يوتم في الشارع كده. ما في الشارع ولا ده ولا ده. انتوا مفيش اي خدمات هنا خالص يعني. مفيش. انا عرفت الناس ان انتوا كنتوا بتروحوا الجامع علشان تخشوا الجامع ما بقاش يرضى ان انتوا عشان الناس كتير. ده الكلام ده بقى له قد ايه بقى؟ النهارده الصبح ما بقاش. احنا بقى مش عارفين نعمل ايه. يا برجي اطفال صغيره. هو نادى في الميكروفون قال للدي جي يا ماما هنزعل. على الاقل احنا بنات. طيب يحسوا بينا. طيب المهم الامهات. يعني احنا ثلاث اطفال وماما باباها متوفي والمعاش بتاع بابا 350 جنيه. نعمل ايه؟ يعني نروح فين؟ هناكل نشرب بيهم ولا مدارس ولا فين؟ هنروح فين طيب؟ ما انا بابايا متوفي وبناخد 200 جنيه هنعمل بيهم ايه؟ وكل حاجه يعني مش بنقص. الورق ورمونه. قعدنا نلم الورق تاني ونجيبه. هم رمونه. انتوا لقيتوا الورق مرمي بعدين؟ هم جم خدوا الورق وبعدين انتوا لقيتوا مرمي؟ يا جماعه ناكل ولا نشرب ولا نعيش ولا مدارس. يا حد يحس بينا. طيب ده في رحلة حتى بتسقع وبتلاقي مكان يناموا فيه. احنا مش لاقيين حته ننام فيه.